يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المبيت في منى ما حكمه؟ وهل يباح المبيت في العزيزية إذا كانت الحملة لها سكن هناك؟ المبيت في منى واجب من واجبات الحج، لا يعذر أحد من باب الرفاهية أو من باب يبي مكيف ويبي الرفاهية بالشقة في العزيزية وجاي حاج، والحاج يتحمل المشاق ويتحمل لأنه يعني مجاهد في سبيل الله من الجهاد، فيبيت في منى مهما أمكنه ذلك، مهما أمكنه ذلك يبيت في منى، هذا واجب من واجبات الحج. فإذا لم يمكنه إنه يبيت على أطراف منى، ولو مع الحجاج الذين خارج منى للضرورة، ولا يروح للعزيزية، ما جي يبي العزيزية، جاي نبي يحج. نعم.